حراك امتد حتى يكاد يتوسط عامه الثالثة، وهو يتلقى الضربات من السلطة ويدفع أثمانا باهظة على مستوى دماء جماهيره وأموالهم وعذاباتهم وعذابات الرموز وألوف الشباب من الجماهير الذين ذاقوا ويذوقون مرارة السجن وألوان الظلم وألوان الظلم والإهانة وأنواع الألم وأنواع الألم وهم هناك مغيبون، وعذابات أخذت نصيبها الكبير ولا زالت تأخذ نصيبها المؤلم من حياة الرجال والنساء والأطفال، وتصبو أوضاع البيوت وتؤرق الأسر، كل ذلك دون أن تلين عزيمة هذا الشعب أو تدخله فكرة التراجع عن مطالبه لوعورة الطريق ومشقة المواصلة. حراك كان أذكى وأعف وأنزه من أن يقع في المستنقع الطائفي رغم المحاولات الدؤوبة لجره لهذا المستنقع أو استدراجه إليه من قبل السلطة والكثيرين الذين وظفهم من أجل هذا الغرض الدنيء الساقط والكثيرين الذين وظفتهم من أجل هذا الغرض الدنيء الساقط والوصول بالوضع إلى المنزلق الخطير الذي لا رحمة فيه بأحد من الشعب. والسلطة في البحرين ومن يناصرها من الموالاة لا تجادل في كون السبب لهذه الثورات راجعا في كونها السبب لهذه الثورات، إنما هو معاناة الشعوب من ظلم الأنظمة، ولم تتوقف عن التبريك لكل من انتصر من هذه الثورات لنصرها، وقد دعمت بعضها بصورة علنية مكشوفة. أما حين تأتي هذه السلطة والموالاة معها للحراك السلمي السياسي في البحرين، يأتي وصمه منهما بالطائفية والإرهاب والعنف والارتباط بالخارج والعمالة لدول أخرى والإرادة المرهونة للإرادة الخارجية، ومثل هذا السيل من المفتريات التي لا توقف لها. هكذا تصور السلطة والموالاة هنا شعبنا. كل الشعوب العربية التي تحركت وثارت في وجه الظلم الأنظمة التي تحكمها تملك رأيها الخاص وإرادتها المستقلة وشعورها بكرامتها وقرارها في التحرك والثورة، وكذلك هي شعوب العالم إلا هذا الشعب فهو لا يملك شيئا من ذلك، وفاقد للإحساس وفاقد للوعي وللروح الوطنية، ولا يملك شيئا من أمر نفسه، وكل رجاله البارزين ورموزه دما بيد الخارج وآلات صماء تحركها الإرادة الخارجية دون أن تستطيع مساومات الدولة ولا إغراءاتها أن تشتريهم وتسكتهم كما تشتري الكثيرين، كما فهم أهل طمع في مال الخارج والجاه من الخارج لا غير. ولكن الشعب الفطن لم يسمح ولن يسمح لهذا الغرض الظالم والكيد الخسيس أن يأخذ طريقه للواقع. والحقيقة أن الآن لا حراك كحراك هذا الشعب في عقلانيته وسلميته وصفائه، ولا سلطة كهذه السلطة في تصلبها وموقفها العنيد من مطالب الشعب والاستخفاف به، وإلا فما معنى أن تخرج الأغلبية من جماهيره ونخبه ونسائه ورجاله في المسيرات المطالبة بالحقوق ولأكثر من عامين والسلطة لا جواب لها إلا جواب القمع والعنف والإرهاب. لا تفعلوها. سحب الجنسية من عدد من مواطنين الشرفاء، وفي مقدمة سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي حفظه الله وأخذ جوازات سفرهم والعمل على تسفيرهم كرها، وفصلهم عن أولادهم وأهلهم وأرضهم وبيوتهم، وكل ذلك بلا ذنب كسبته أيديهم، جريمة في حق الوطن وإنسانه،
وتجاوز سافر لحق المواطنة ومخالفة دينية ودستورية وقانونية واستخفاف بالمواطنين. ذلك جريمة نكراء لا تفعلوها، ارفعوا يدكم عن أول إجراءاتها. إنها عار على الوطن، تخلف مغل في الماضي، لغة من لغة الغاب، سوءة سياسية مخجلة، مهزلة شاذة من مهازل الأنظمة غير العادلة، كارثة خلقية، فضيحة للنظام، عصبية عمياء، تعبير طائفي حاقد مقيت. كفى بشاعات ومنكرات كبرى شهدتها أرض هذا الوطن، من بينها تعذيب صالحين من مطالبين بإصلاح حتى الموت، ليتوفاهم الله سبحانه شهداء كراما يؤدون شهادة لا ترد على ظلم الإنسان للإنسان في محكمة عدله، في محكمة عدله التي لا تخفى عليها خافية ولا جور فيها. ومن بين السجناء، من بينها سجن نساء حرائر ظلما، واستعراض الأخريات في مشهد من مشاهد الإماء، وهن يتعرضن للضرب والإهانة على يد مأموري النظام في سوق عامة ومركز من مراكز التبضع من غير خجل أو تحفظ أو حياء، ومنها هدم مساجد وبعثرة مصاحف وكتب ذكر ودعاء على الأرض، تنكرا لقيمتها المعنوية العالية وحرمتها في الإسلام. ثارت مصر ثورة جديدة على رئيسها المنتخب وحكومته وعلى مجلسها النيابي والدستور بعد ثورتها السابقة على نظامها القديم، وكما أسقطت الحكم القديم أسقطت حكمها الجديد كذلك، وإن كان هذه المرة بتوسط العسكر ولكن بدفع زحف جماهيري هادر. ولا يرى أن هذا آخر الشوط ونهاية الثورات في مصر. لو تطلب الأمر الثورة على الوضع القائم مرة أخرى في نظر الجماهير ولد الحكم من رحم عملية ديمقراطية أيا كان مستواها أو عن طريق آخر. جاء الحكم على يد الجيش باسمه أو باسم غيره، أو جاء عبر الجماهير نفسها ثم انقلب على إرادتها. طموح شعب مصر وشعوب الثورات العربية وكل الشعوب هو هذا المستوى من الحكم، وقد بدأت تتحرك عمليا على طريق هذا الطموح في حركات سلمية وحركات ثورية، وصارت تعطي بسخاء على هذا الطريق، ولن تتوقف عن هدفها عند أي مرحلة من مراحل سعيها الحثيث قبل أن يتحقق لها بصورة مستقرة ومضمونة. ولن يقنعها أي شعار من شعارات الديمقراطية والصندوق الانتخابي والحكومات الشعبية وطريق الصوت الحر إذا لم تكن النتيجة المطلوبة أو حصل الانقلاب عليها. فهذا هو الدرس الذي تقدمه الثورة الثانية في مصر بعد عام واحد فقط من قيام حكم باسم الديمقراطية وصندوق الانتخاب والانتخابات النزيهة.